يهاجم ليفربول. الريدز يحاول الآن والكرة تعود لمصاعة أبريجان. طبعا ليفربول في ظل الغيابات الكبيرة حتى على مستوى الهجوم اليوم بدون داريان ستارج الغائب، ولكن موجود على مقاعد البدلاء. تمريرة ممتازة باتجاه ماركوفيتش خطيرة لليفربول ومحاولة. ضاع اسم ليفربول يا إلهي، عمرها ما صارت مهاجمين على حارس يا ماركو ويا رحيم. لم تكونوا بجماهير ليفربول رحيمين في لقطة ضيعتوا فيها الهدف، ضيعتوا فيها الهدية، ضيعتوا فيها فرحة مدرب، ضيعتوا فيها ثقة مدرب ولاعبين وجماهير. على فرصة خطيرة.